يمكن باتباع تعاليم الإسلام أن يكون صراع بين الفرد والفرد، لأنه يمنع عن الحرام، يمنع عن الغش، يمنع عن الاعتداء، يمنع عن السرقة. فش يخلق في داخل المحيط سلام، علاقات قائمة على الوئام والمحبة. إذا انحرف لا والله، إذا انحرف لا، تنخلق العداوة، تنخلق البغضاء. التشوف إذا ناجعك في غير الحلال في ذاك الوقت تصبح الدنيا معركة. وهذا المعنى اللي يأشر إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: ومن جهل الدنيا فإني عرفتها وشيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. أي طبعا يقصد الدنيا المذمومة ولا مو الدنيا الممدوحة. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. طبعا بطبيعة الحال إذا مديت إيدك الأموال للناس صرت تصارعهم، أو مديت إيدك لأعراض الناس وصرت تصارعهم، بطبيعة الحال راح تتحول الدنيا إلى معركة. لكنه أصل تعاليم الإسلام ما تترك صراع بينك، ما تترك صراع في داخل الأسرة. وأهم شيء، أهم شيء توحيد نظام الأسرة.